نجدد لكم تحية مشاهدينا ونتواصل معاكم في فقراتنا من مساء الخير يا كويت، وننتقل الحين إلى محطة حوارية فنية وإبداعية، حيث نتوقف مع الدكتور مبارك المزعل عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، والحديث عن مسرحيته من أين نبدأ. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم، أرحب على الضيوف الكرام. حياك الله معنا، ومعنا أيضا ممثلة الكثير من الصغار والكبار يحبونها وذات ابتسامة دائمة وجميلة، هي الممثلة سماح. مساء الخير يا سماح. مساء النور، وأمسي عليكم، يعطيكم العافية، وأمسي على كل مشاهدينا. وممثلة جميلة من الأردن أيضا، من لبنان، شاركت في مهرجان الأردن، هي الممثلة الجميلة أرزة حنا. مساء الخير يا أرزة. مساء الخير، مساء الخير للجميع. اسم مميز يا أرزة. أي وطني شوي لبناني. بالفعل أتفق معك، ونجي معكم مشاهدينا هذا الحوار المميز. بداية أحب أقول لكم ألف مبروك لحصولكم على هذه الجائزة المتميزة في المهرجان الحر الأعمال المسرحية في الأردن. ما شاء الله مشاركة كويتية متميزة من شباب حابين للمسرح. البداية معك دكتور مبارك، ونتكلم عن مسرحيتكم، من أين نبدأ ومن أين نبدأ الحديث؟ بالبداية يعني أنا المسرحية هذه يعني إحنا اشتغلنا فيها بالكويت وفازت وحصلت على صدى كبير وسبع جوائز، فقلنا حرام يموت العمل من عرض واحد. أيوة عرض واحد. فلما قعدنا مع المدير المهرجان الأستاذ علي عليان، كان احد ضيوف المهرجان الاكاديمي، اخترت عليه انه يشوف السي دي واذا كان في مجال نشارك. فشاف السي دي انعجب، فالحمد لله اتصلت على الاخوان والممثلين الاساتذه، ما قصروا، اتصلت عليهم وعزمنا كل يوم بروفات لغايه ما شاركنا. هذه القصه مالت المشاركه يعني. هذه مالت المشاركة، انت بسرعة نطيت على المشاركة. ابي بطاقة تعريفية، واخذت منك البداية، لكن اخذ منك بطاقة تعريفية يا سماح، وقولي لي هذه المسرحية تأليف منه، اخرج طبعا دكتور مبارك بعد لا يزعل، وعندنا ايضا كتابة منه، تأليف منه، والاخراج والديكور ايضا. احنا طبعا فريق عمل الحمد لله، اول شيء امسي عليهم لان مو كلهم معنا، وفريق عمل يعني بداية نحب بعض. أنا من التمثيل، معي الفنان أخوي فيصل العميري وحبيبتي أرزة، وإخراج الدكتور مبارك المزعل، تأليف صالح كرام العامري من الإمارات وهو مؤلف إماراتي، من السينوغرافيا معنا الفنان فيصل العبيد، ديكور محمد الرباح، وموسيقى خاصة كانت حق العمل المسرحي حسن رئيسي. عمل كان جدا جميل. معنا نسيت بعد معنا مساعد المخرج اخوي علي جاسم، بعد موجود معنا هنا بالاستديو. عمل ما شاء الله حلو، مكتوب بطريقه حلوه، انعرض بفنانين قبل وحصل على جوائز، وكان عمل رائع. احنا حضرنا، احنا اللي مو مشاركين حضرنا العمل، كان جدا رائع، بممثلين هم كانوا جدا مميزين. جميل. كلمني دكتور مبارك، أنا وفيصل عميري وأرزع، على أساس أنه هو يبي يعيد العمل لارتباط الممثلين السابقين. البداية وين كان عرضها لأول مرة؟ مهرجان المسرح المحلي. أيوة. اللي جميل. كان يعني كانت من انطلاقة من الكويت. من الكويت. حلو. وحصلت على جوائز. جميل. فإحنا لما جينا اشتغلنا أنا وفيصل وأرزع، تحسين أنت ماسكة مسؤولية لأن العمل أصلاً ناجح. صحيح. عمل أصلاً جميل، الكل حابة، حاصل على جوائز، حاصل على إطراء، ويايت له دعوه، فيعني هذا شيء يخليك شويه متوتره. ما كان في مسافه او في مده كبيره ان احنا نشتغل بروفات، فكثفنا البروفات واشتغلنا، والحمد لله شاركنا شهر تقريبا الا حتى. جميل. في مهرجان المسرح الحر في مسرحيه حاول مره اخرى. حلو. وعرضناها وحصلنا كافضل عرض، الجائزه الذهبيه كافضل عرض مسرحي. راح اخذ تفاصيل عن مشاركتك ايضا خلال حوار اليوم يا سماح، وانتقل للحوار مع ارزه. ارزه كمشاركه لبنانيه داخل عمل كويتي على ارض الاردن، ما شاء الله يعني هذا تنوع عربي متسلسل من خلال مشاركات مسرحيه فنيه. كيف جاءت مشاركتك في هذه المسرحية بما أن أنت تعيشين أساساً على الكويت، على أرض الكويت؟ نعم، بداية أنا من مواليد الكويت وعايشة كل عمري هون بالكويت مع الأهل، حضنتنا بروح الطيبة أكيد. يعني بدايتي بالتمثيل كانت من خلال المسرح الشعبي، شاركت بعديد من المهرجانات وتعرفت على الدكتور مبارك المزعل اللي كلمني وقال لي على مسرحية حاول مرة أخرى، وأكيد أنا كتير يعني أبديت إعجابي بهذا الموضوع لأنه أساساً أنا شايف العرض بالمهرجان المسرح المحلي، وأكيد فت معهم بالمشاركة، وأكيد مع حبيبتي سماح، يعني الفنانة سماح
يعني كنت كثير مبسوطة يعني مع كمان الأستاذ فيصل العميري الفنان. اشتركنا دربنا على ببروفات كثير، ومن بعد نزلنا عرضنا بالأردن كمشاركة لبنانية. يعني ما بخبي عليكي أنا شفت الوفد اللبناني كان مشارك معنا كمان بالمهرجان، ورحت لعندهم شخصيا وقلت له أنا جاي نافسكم اليوم من الكويت. جميل. والحمد لله حصلنا على الجائزة بالأردن. حلو، تستاهلون أكيد يعني على هذا النشاط وهذا التميز في المهرجان. لكن لما نتكلم دكتور مبارك عن فريق البرنامج أو فريق المسرحية بمعنى أصح في برنامج مساء الخير، فأنتوا برامج احنا مسرحيات وأنتوا برامج والعكس صحيح أيضا، كلنا نصب في معمل فن واحد اللي هو كيف نرفع اسم الكويت في محافل مختلفة. لما نيجي دكتور مبارك ونقول أن مشاركة وفد دولة الكويت جاء بناء على أن هي هذه المسرحية في الكويت نالت جوائز كثيرة مثل ما ذكرتوا، ثم انتقلت إلى الأردن وأيضا شاركت وفازت في جوائز هناك، كيفية المشاركة جاءت في المنافسة من قبل الفرق الأخرى من قبل الناس اللي دائما يؤدون أو يشاركون في المهرجانات وينالون جوائز الكويت، ما كان في تخوف منكم كفريق؟ والله هو طبعا ممثل الكويتي بصراحه حسيت انا ان في يعني ما راح اقول مجامله والناس الثانيه عندها فرق واحنا عندنا، لا انتم كفريق قوي رايح اساسا بجوائز. احنا رايحين بجوائز بصراحه، عشان كذي كان في اجماع من لجنه التحكيم. يعني انا بعد التوزيع قعدت يعني مع احد اعضاء لجنه التحكيم قال العرض مالكم الوحيد اللي ما اختلفنا عليه. جميل. يعني عرض متماسك من الفن، من اخراج، من نص، من اضاءه. ف واحنا عارفين الفن في الكويت لا تاريخه. انا دائما اقول الفنان الكويتي لما يسافر برا يحط بصمته. صحيح. ففعلا يعني بنات الكويت هم يعتبرون وهم من الناس اللي صنعوا تاريخ الكويت. ففعلا اي واحد يطلع من هذه الارض، خلينا نقول الفن ما في جنسيات. يعني. بالفعل. اي واحد يطلع من هذه الارض بالفطره يكون عنده ابداعه ويكون عنده هذا. فكلهم عارفين ان الكويت لا يعني هي هوليود الخليج نسميها. فعارفين ان الوفد الكويتي مو جاي للمشاركه، لا جاي للمنافسه. جميل. بغض النظر عن الجوائز، يعني صدى الصمت اللي شاركوا فيه الاستاذ سماح والاستاذ فيصل العميري شاركوا في مهرجان الشارجه، هذا كان لاول مره، هذا كان رايح بدون جوائز. بس لما شارك رد باربع جوائز. جميل. دائما العروض الكويتيه تخرب، مش غرور، لها ثقل فني حقيقة. وموزون بالضبط. صحيح. يعني احنا يعني لما تغلبين على اسبانيا، اسبانيا لها موروث ولها تاريخ الحركه المسرحيه. ايوه، في الفنون بشكل عام. جميل. فلما تصير اسبانيا المركز الرابع يعني جائزه الخاصه، انا دائما اقول احنا لا نستقل فينا كعرب كلهم، سواء الجزائر او تونس او العراق او لبنان، لو ينعطون فرصه ويشاركون مع الاوروبيين راح ينافسون. مهما كانوا هم سابقيننا اوكي، لكن عندنا ممثلين، عندنا مخرجين، عندنا كتاب، ممكن ينافسون الساحه العالميه. جميل. سماح، مشاركتك كانت من الفئه النسائيه المتواجده في هذا المهرجان، كيف رايتي منافسه النساء هناك؟ اكيد كان في الاردن، في المغرب، في تونس، وكل الدول العربيه شاركت في هذا المهرجان. كمشاركه نسائيه شلون قيمتي المشاركات الثانيه وشنو استفدتي منهم؟ والله للأمانة احنا شاركنا مع 9 دول كانت مشاركة في المهرجان الدولي الحر في الأردن، وتقريبا كل الأعمال المسرحية كان فيها مشاركات نسائية، يعني كان في منافسة، وكانت العروض يعني ما راح أقول لك كلها واو، لكن بشكل عام كان مستواها جيد جدا. فيعني احنا كل يوم كنا نشوف عرض كنا نقول لا، صار في منافس، صار في عرض منافس، صار في ممثل منافس، صار في عرض حلو، يصير في عليه مثلا مناقشات. العرض اللي يتحمل مناقشات فهو عرض قوي. صحيح. صارت مناقشات على كل العروض، معناها كانوا هم منافسين لنا. للأمانة احنا لما بدا توزيع الجوائز يعني كنا مو خايفين، يعني انا يعني مع الدكتور مبارك ان احنا دائما نروح الكويت تحسين ان لها ثقل. بالفعل. دائما المسرح يكون فل من قبل العرض مقارنه بالعروض الثانيه، دائما يصير عليها نقاشات وايد، دائما يصير في علينا مثلا اطراء وايد او نقد وايد، اذا كان في ندوه تطبيقيه تحسينها فل الكل جاي متربص لنا، لكن هذا شيء حلو ان انت تحسين ان الكل ناطرك.
هم نفس الشيء بالنسبة للمشاركات النسائية، يعني الحمد لله كان في منافسين وإحنا هم حصلنا على الذهبية، فهذا معناها أنه كان في كلنا كفريق مو بس كعنصر نسائي، إحنا كنا ثنتين مع الفنان فيصل أميري على المسرح، مو بس كعنصر نسائي كعمل كامل إحنا تفوقنا. هذا أنا أكيد، هو دام خذينا الذهبية كأفضل عرض تفوق. وأنا من وجهة نظري مو بس المسرح، يعني الحمد لله بكل المحافل وبكل المشاركات. مؤخراً يعني مبارك لك أيضاً على الجائزة خدتيها في الإذاعة. أي نعم. صحيح بالفعل قاعد أكدين الكلام إنه ليس فقط المسرح عندي ذهبية. الحمد لله ذهبية عن برنامج اف ام بالإذاعة في مهرجان تونس، قبلها تكلم عن مسرحية صدى الصمت كأفضل ممثلة دور أول في المهرجان الخليجي في الشارقة. يعني الحمد لله. سماح رادة تبي تكتسب. هذا رسالة تهديد. هذا هو العوض لعبد أحمد لما يقول حرج جعفر رجع. كل فنانة الحين خلاص ما شاء الله. لا والله أنا أحب الفن والفن بدمي، يعني أكيد علشان كذي أنا رديت، لكن أنا أتكلم عن مشاركة دولة الكويت. لما دولة الكويت تاخذ 4 جوائز من أصل 6 جوائز في مهرجان تونس، صحيح. لما تاخذ 4 جوائز من أصل 8 جوائز في مهرجان خليجي، لما تاخذ الذهبية بمشاركة مع 9 دول عربية في مهرجان عربي، هذا شيء اصلا احنا يخلينا يعني دائما احنا ايه مو بس فخورين، احنا رايحين عارفين احنا رايحين، ما راح نقول مغرورين بس نكون عارفين ان احنا اكيد راح ناخذ شيء. الناس ناطرتنا، انتوا حاصدين جوائز، انتوا تاخذون ذهبيه، انتوا تاخذون الاولى، هذا شيء اصلا يونسنا. فيه بس عفوا موقف كان دكتور مبارك لما كنا نطلع من الفندق، الاعلام المشاركه ك9 دول كانت تكون موجوده، فكل ما نطلع كل يوم كان عندك كلمه انا بقولها عنك، كل ما نطلع يقول يا الله شوف ايش حالات علم الكويت مرفوع بين الاعلام. صدق صحيح، يعني صدق تحسين بين اعلام عربيه مو بس خليج عربي بالفعل، ولا بس مثلا دول مثلا اسيا او دول من كل العالم من بينهم. يمكن بدايه حواري انا مع ارزك اقول لكم انه بالفعل يعني انتم مشاركين من دول مختلفه على ارض الكويت، تشاركون في دوله عربيه اللي هي الاردن. ايضا ارزه لما اي اتكلم عن مشاركتك اتكلم عن دورك بشكل سريع بحيث نحن نعرف ان ارزه مثلت هذا الدور. دوري دور مركب، دور كثير حلو وفي مسؤوليه كثير كبيره، غير انه هلا اسمي باتينا بالمسرحيه. باتينا بتكون صديقه بايا الروح بالروح من هني وصغار، بس في غيره داخلها تجاه بايا وصار في خيانه بالموضوع. بهيدي الخيانه حسستها باضطرابات. يعني انا اول دخولي على المسرحيه بدوري بفوت مغروره، بصير ارمي الاغلاط والاعذار واعطي اعذار كثيره واتهمها هي وارجع اتهم زوجها وارجع اتهم، يمكن اتهمت العالم كلياته بس حاولت اني انا برق حالي من الموضوع. المسرحيه بتناقش شيء كثير حلو اللي هو التناقض الذاتي اللي موجود في داخل كل انسان. وهذا الشيء ببين بوضوح لما بايا بتقلي انا صح سجينه بالسجن بس انت سجينه داخل نفسك برات السجن. صحيح. وبهيدي الحاله بتبلش تجردني من الميك اب، بتجردني من الباروكه، كل الاكسسوارات اللي كل الاكسسوارات لحتى انا انكشفت فعليا على بنفسيتي المضطربة جدا بالتعالب الموجودة على راسي، كل هيدا الشيء اللي انا كنت مخبيته بما انه انا وياها صداقة الروح بالروح، فهي عارفة بالضبط انا شو من جوا. دور كان كثير حلو مثل ما قلت لك عليه مسؤولية. هي القصة في اختصار من هو السجين؟ صحيح. هل هو السجين المادي او السجين النفسي؟ عندنا ناس وايد عايشين برا ولكن هم سجناء داخل انفسهم. اي مش بالضروره القضبان وشرطي عشان تكون سجين، في ناس وايد عايشين معانا برا. واحده منهم كانت باتينا، وفيصل اميري بعد كان هم سجين داخل نفسه عنده مشكله. تحياتنا اكيد لزميلنا فيصل اميري، نقول مبروك نال مؤخرا يعني درجه الماجستير. وانتقل ايضا نفس السؤال ونفس المحور لك دكتور مبارك، الكويت كمشاركات عالمية ومشاركات محلية ومشاركات أيضا عربية، بعد هذه المشاركة في الأردن الشقيق إلى أين إن شاء الله تتجهون بهذه المسرحية؟ سؤال حلو. أنا هالمسرحية يعني وايد ناس قالوا لي لا توقف، عرضت عرضين وفزت احلبها بعد، فإن شاء الله بنشارك في قرطاج. وجهنا سي دي، وجهنا كتبنا كتاب طلب المشاركة، لما حين ما يانا الرد ان شاء الله شهر 9
والهيئه العربيه للمسرح شهر واحد ان شاء الله راح تكون بالكويت. حلو. كنت قاعد مع رئيس المسرح الاستاذ اسماعيل عبد الله، فقال بالعكس يبلي سي دي وان شاء الله تشاركون شهر واحد. باسبانيا ان شاء الله في عمل ثاني. انتوا حصريا ان شاء الله راح يطلع من الكويت والدول العربيه الى اسبانيا. اي ان شاء الله. كعمل جديد ولا راح يكون نفس العمل؟ لا عمل جديد لانه يبون تراثي. جميل. هذه مسرح متراثيه. بس انا ان شاء الله احنا هالمهرجان ان شاء الله قرطاج مع الهيئه العربيه للمسرح ان شاء الله. احنا خلينا نقول شغلتين. تفضل. مهرجان اسكندريه هم توجه لنا دعوه شهر 5، بس الارتباط للوقت مع مهرجان الاردن كنسلته، وتوجهتنا بالجزائر حق نفس العمل هذا بس لبعد المنطقه تبع 600 كيلو عن العاصمه، وانا معي بنات ومعي هذا، فما في يعني كنت خايف، ف يعني مرجانين اللي ما شاركنا فيهم اسكندريه مع الجزائر. انا اتمنى لكم اكيد التوفيق في المرحله القادمه ان شاء الله دكتور مبارك المزعب. شكرا لحضورك معنا اليوم، والف مبروك على هذه الجوائز. انتم المشكورين، وما شاء الله مسأل غير الكويت يعني تدعمون الطاقات الشبابيه، تدعمون الفن، وانتم يعني الوحيدين على فكره هذه الجائزه بس باسم الكويت، وما حد استضافنا الا جزر الكويت. تستاهلون اكيد الخير. إيه. ونبارك لكم فيه، وايضا بارك لك يا سامح على هذه الجوائز. واقول ان شاء الله يا رب ننتظرك بالعيد، عندك عمل راح يكون مسرحي ان شاء الله. يعني عمل مسرحي للاطفال ان شاء الله مع الفنان عبد الرحمن العقل والفنان محمد الحملي، ان شاء الله يكون عمل يعني يستاهل المشاهده وحضور جماهيرنا. انتم كفريق عمل اكيد تستاهلون الخير، ونتمنى لك اكيد النجاح يا سامح. ارزه كاسم مميز في عالم الفن، اتمنى لك التوفيق، وكلمه اخيره تبي تقولينها؟ بدي اتشكرك، بدي اتشكر تلفزيون الكويت وكل كرو العمل، بدي اتشكر دكتور مبارك المزعل وكل شخص بالمسرحيه بالكرو كله. هذا واجبنا، هذا واجبنا. تشكركم كثير. بدي شيء سمح سمح انا ابي طبعا احيي كل فريق عملنا حاول مره اخرى، وكل الطاقات الشبابيه اللي قاعده تمثل اسم الكويت برا وتحصل على جوائز، لان هذا شيء اكيد يشرفنا لما يكون في اعمال مميزه تنعرض برا ويكون لها اسم مميز صدى مميز. اكيد مشكورين، يعطيكم العافيه كلكم. انتم المشكورين، يعطيكم العافيه وكل التوفيق لكم. ونتواصل معكم مشاهدينا باقي فقراتنا، وحول زياره وفود إلى المركز العلاجي التأهيلي بهدف الاطلاع على العمل المتطور هناك، نتابع هذا التقرير والتفاصيل، تابعونا.